الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلاب المتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع بإذن الله تعالى قياس معامل الالتواء ومعامل التفرطح، Calculation of Skewness and Kurtosis، وسأبين بعد قليل إن شاء الله ما المقصود بالالتواء والتفرطح في علم الإحصاء الوصفي Descriptive Statistics. أن يستخدم معامل الالتواء coefficient of skewness في قياس تماثل أو لا تماثل symmetry or asymmetry، تماثل توزيع البيانات أو لا تماثل التوزيع، ويقيس معامل التفرطح تدبب وتركز البيانات concentration variance حول قيمة معينة. هناك بديهتان يحتاج إليهما الباحث عند النظر إلى توزيع البيانات، يجب عليه أن ينتبه إلى شيئين. الأول هو هل هناك قمة، يعني هو وجود قمة بيك أو أكثر البيانات، هل عندما نمثل البيانات بيانيا الآن هل لها قمة أو أكثر من قمة؟ والثاني هي النظر في تماثل أو لا تماثل التوزيع حول قيم معينة. دعني الآن أضع التمثيل البياني الآتي. فإذا كان الآن الوزن الأكبر من البيانات يتركز في اليسار، وكان الذيل الأيمن right tail للتوزيع طويلا إلى حد ما، فإن التوزيع يكون ملتويا اليمين كما في ثلاث الآن هذا من الشكل، هذا الشكل الآن هذا الجزء الثالث منه أو رقم ثلاثة، الآن التركز أحطولي إلى اليسار التركز يعني لاحظولي اليسار، لكن في عندي الديل طويل تركز بيانات هنا لاحظولي يعني قوتها. فإذا الآن هذا التوزيع ملتوي إلى اليمين أما إذا كان الوزن الأكبر من البيانات يتركز في اليمين، لاحظوا الوزن الأكبر الآن في اليمين كما، وكان الذيل الأيسر لفتيل اللي هو للتوزيع طويل إلى حد ما، فإن التوزيع يكون ملتويا إلى اليسار. إذا هذا ملتوي إلى اليمين لأن التوزيع هنا التركز البيانات أتت في الطرف الأيسر، لكن الآن الذيل الأيمن طويل نسبيا، وهنا التركز بالبيانات أتى في الطرف الأيمن لكن الذيل الأيسر كان طويل، وبالتالي هنا ملتوي إلى اليمين وهذا ملتوي إلى اليسار. وهنا الآن لأنه ليس هناك ذيل أيمن وأيسر بالحالة هاي يعني سوى أنه متشابهين، فهذا توزيع متماثل ليس هناك التواء فيه. فإذا من الشكل البياني الآن القمة نعرفها الآن، هذه القمة قمة أو أكثر من قمة، ونعرف أنه إذا ملتوي إلى اليسار أو لليمين حسب توزيع البيانات. لكن سنتعرف كيف نحسبها بواسطة صيغة رياضياتية علمية طبعا. نتابع الآن. يعرف العزم الثالث أو ما يسمى third moment للمتغير XI، يعني لدينا متغير هو XI يأخذ قيم مختلفة، فكيف نحسب العزم الثالث لهذا المتغير؟ يتم حساب العزم الثالث M sub 3 بالصيغة التالية، يساوي طبعا M sub 3 العزم الثالث يساوي حاصل جمع from i equal 1 to n xi تكعيب، يعني الآن نكعب كل قيمة من قيم المتغير، ثم هذا المجموع نقسمه على N اللي هو حجم المجتمع الإحصائي، وبتساوي الحالة هاي X الأولى تكعيب زائد X الثانية تكعيب زائد إلى XN اللي هي آخر واحدة تكعيب مقسم على N. على سبيل المثال لو افترضنا وجود البيانات التالية الآن، عندي القيم هاي 5 4 2 6، يعني نبدأ من هنا أو من هنا النتيجة ستكون واحدة، لكن بديت من هنا 5 4 2 6، فإن العزم الثالث يكون كما يلي: الM sub 3 هذا العزم الثالث يساوي حاصل جمع from i equal 1 to n لXi تكعيب على n ويساوي الآن هذه تكعيب 5 في 5 في 5 يساوي 25 زائد 4 في 4 في 4 يساوي 64 زائد 2 في 2 في 2 يساوي 8 زائد 6 ضرب 6 ضرب 6 يساوي 216 مقسم على 4 ل 1 2 3 4 ويساوي الآن العزم الثالث يساوي 103.25. هناك أكثر من طريقة لقياس الالتواء، أكثر من طريقة. سنتعامل مع مبدأ الالتواء بالاعتماد على مشاهدات مجتمع إحصائي ومشاهدات من عينة، يعني ننفرق الآن بين مجتمع إحصائي يعني بمعنى كل مفردات المجتمع الإحصائي موجودة، أو عينة اللي هي جزء من هذا المجتمع، واستخدام أكثر صيغ حساب الالتواء استعمالا. نتابع. أولا الالتواء لتوزيع مشاهدات المجتمع الإحصائي، الالتواء
لتوزيع مشاهدة مجتمع إحصائي. تستخدم الصيغة الآتي في حساب معامل التواء لبيانات المجتمع الإحصائي وسكونس coefficient S sub K P هذا المجتمع population يعني، ويعرف بأنه قيمة العزم الثالث حول الوسط الحسابي مقسمة على مكعب الانحراف المعياري مضروبا بحجم المجتمع الإحصائي كما يلي. هذا الآن معامل الالتواء لسكونس للpopulation S sub KP يعني سكونس population التواء لكل المجتمع الإحصائي يساوي العزم الثالث مقسم على حجم المجتمع الإحصائي مضروب في مكعب الانحراف المعياري ويساوي بالحالة هاي حاصل جمع الفرق المكعب بين قيمة كل متغير يعني الأكس الأولى الثانية الثالثة وهكذا ناقص الآن أو مطروح منه متوسط المجتمع الإحصائي الكل تكعيب مقسم هذه القيمة كلها تحاصل جمع الفرق المكعب على حجم المجتمع الإحصائي مضروب بمكعب الانحراف المعياري. لنفترض الآن وجود المشاهدات التالية عن متغير إكساي. عند المشاهدات 1 2 2 4 5 إذا 1 2 3 4 5 يعني N تساوي 5 بهذه الحالة وهي تمثل كل مشاهدات المجتمع الإحصائي، لأنه نفترض الآن أنه المجتمع الإحصائي يتكون فقط من 5 قيم، القيمة الأولى 1 ثم 2 ثم 2 ثم 4 ثم 5. بناء على هذه القيم يكون الوسط الحسابي للمجتمع هذا متوسط هذه القيم ميو يساوي 2.8 يعني جمعنا 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد عفوا 1 زائد 2 زائد 2 زائد 4 زائد 5 قسمناها على 5 بالحالة هاي بكون المتوسط 2.8. والانحراف المعياري بالصيغة التقليدية تعلمناها في دروس الإحصاء السابقة اللي هي سيجما تساوي 1.469664 وبالتالي يكون معامل التواء هنا coefficient skewness للpopulation كما يلي. هذا الآن معامل التواء S sub KP يساوي حاصل جمع الفرق المكعب يعني مكعب الفرق بين XI ميو الفرق بيناتهم تكعيب قسم على N في الآن مكعب الانحراف المعياري وتساوي هذه القيمة 1 سالب 2.8 القوة تكعيب زائد الآن 2 سالب 2.8 الكل تكعيب زائد 2 سالب 2.8 الكل تكعيب زائد 4 سالب 4.8 الكل تكعيب زائد والأخير 5 سالب 2.8 تكعيب مقسم على 5 اللي هو المجتمع الإحصائي مضروب في مكعب الانحراف المعياري بتكون القيمة كما يلي. بما أنه الآن حسب قبل قليل ذكرنا الآن القيم هلأ سأبينها بعد قليل بعد كمان يعني أكدناها أنه القيمة هذه موجبة وبالتالي ملتوى إلى اليمين، هذه القيمة لأنها موجبة فإن الالتواء إلى اليمين. نتابع ثانيا الالتواء لتوزيع مشاهدات عينة عشوائية من المجتمع الإحصائي. الآن أتحدث عن سكونس كوفيشنت لكن سامبل أس هاي اسمه سامبل. تستخدم الصيغة الآتي في حساب معامل التواء لبيانات عينة من المجتمع الإحصائي. هذه الآن تضرب الآن هذه عفوا السكونس للعينة يساوي السكونس للمجتمع الإحصائي أو خلينا نقول معامل التواء للعينة يساوي معامل التواء للمجتمع الإحصائي لكن مضروب في حاصل قسمة ماذا؟ الجذر التربيعي لنون في نون ناقص واحد يعني حجم العينة مضروب في ناقص واحد نون ناقص واحد مقسم على نون ناقص اثنين. لنفترض بأن البيانات السابقة اللي هي 1 2 2 4 5 تمثل عينة عشوائية من المجتمع الإحصائي فإن معامل التواء هو كما يلي الآن. لاحظوا لي يساوي هذا معامل التواء للعين يساوي معامل التواء للمجتمع الذي قبل قليل حسبناه مضروب في هذه القيمة هنا كررناها وتساوي هذا الآن معامل التواء للمجتمع الإحصائي مضروب في حاصل قسمة الآن الجذر التربيعي لخمسة ضرب أربعة هنا خمسة لاحظوا لي نون ناقص واحد يبقى أربعة إذا خمسة في أربعة مقسم على خمسة ناقص اثنين الجواب بكون عندي 0.4884 للعينة وهي قريبة يعني بمعنى آخر سيبقى ملتوي إلى اليمين. تأتي قيمة معامل التواء على ثلاث أشكال سالبة موجبة وصفر. الآن معامل التواء إما بكون سالب أو موجب أو صفر. يكون التوزيع ملتوي إلى اليمين إذا كان معامل التواء موجب القيمة. إذا كانت قيمة معامل التواء إلى اليمين الآن
فبكون قيمة معامل التواء موجبة كما ذكرنا قبل قليل أحبتي. هنا الآن هذه القيمة موجبة والقيمة التي قبلها موجبة، وبالتالي بكون التوزيع إلى اليمين وملتوى إلى اليسار. إذا بكون التوزيع البيانات ملتوى إلى اليسار إذا كان معامل التواء سالب القيمة، ومتماثل إذا كان معامل التواء يساوي صفرا. والأشكال الثلاثة هذه تبين الآن، إذا كان معامل التواء قيمته أعلى من صفر بكون التواء إلى اليمين، إذا كانت قيمته أقل من صفر بكون ملتوى إلى اليسار. لاحظوا لي وهنا المعامل التواء يساوي صفرا لأنه لا تماثل في هذه الحالة، عفوا لا التواء أي تماثل، لا التواء في هذه الحالة. نتابع. التفرطح الآن هو مقياس لشكل التوزيع من حيث حدة تذبذب قمته وتركز البيانات حول قيمة معينة. فكلما ارتفعت قيمة معامل التفرطح كورتوسيس كوفيشنت هذه أو كوفيشنت أوف كورتوسيس، زاد التوزيع تذببا وارتفعت قمته وزاد تركز البيانات حول وسط التوزيع. والعكس صحيح، أي كلما انخفضت قيمة معامل التفرطح امتد التوزيع يمينا ويسارا وانخفض ارتفاع القمة. يستخدم معامل التفرطح التوزيع الطبيعي، معامل التفرطح التوزيع الطبيعي يسمونه normal distribution، الذي يأخذ القيمة ثلاث. دائما معامل تفرطح التوزيع الطبيعي يأخذ القيمة ثلاث في مقارنة تفرطح التوزيعات الأخرى. هناك عدة مقاييس التفرطح سنعتمد على صيغتها. الأولى هي مقياس التفرطح بالصيغة الرياضية المعتادة، والثانية هي مقياس التفرطح من خلال ما يسميه علماء الإحصاء فائض التفرطح إكس كورتوس اللي هو يقارن بالتوزيع الطبيعي، وهي من الشكل التالي الآن. أولا التفرطح للمجتمع الإحصائي باستخدام الصيغة العادية. دعنا الآن نعرف العزم الرابع لبيانات هذا. العزم الرابع معروف اللي هو العزم الثالث، لكن الآن بدل ما يكون ثلاثة أربعة بصير نرفع قوة المتغير القوة أربعة، ومنقسم على حجم المجتمع الإحصائي، وبالتالي أكس الأولى القوة أربعة زائد أكس الثانية القوة أربعة زائد حتى أكس الأخيرة القوة أربعة، كل هذا مقسم على N. يعرف معامل التفرطح للمجتمع الإحصائي بأنه حاصل قسمة العزم الرابع حول الوسط الحسابي مقسما على مربع التباين. أي الآن هذا الكورتوسيس للpopulation يساوي العزم الرابع حول الوسط الحسابي، لاحظوا لي مقسم على طبعا N، مقسم على زي ما ذكرنا على مربع التباين. هذا التباين داخل القوس، لكن كل تربيع مضروب يساوي بحالها N في هذه القيمة جميعها، ويساوي M أربعة اللي هو العزم الرابع مقسم على مربع التباين. لنفترض بأن لدينا مشاهدة تالية عن العائد على الاستثمار في مشروع ما. افرض أن العائد الآن على استثمار السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة أو الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، مهما كان النتيجة ستكون نفسها. ما يعني بأن الآن ميو يساوي أكس بار بالحالة هذه يساوي 2.6 اللي هو وسط التوزيع يساوي 2.6، والانحراف المياه يساوي 0.64، وأن طبعا يساوي 5 1 2 3 4 5، وبالتالي يكون معامل التفرطح هذا هو الآن معامل التفرطح. بعد ما الآن نعوض عن هذه القيمة هنا مقسم على 5، والآن هذه مربع التباين فبعطيني 4.256 مقسم على 5، الكل مقسم على 0.4225، وبالتالي بيكون النتيجة النهائي اللي هو التفرطح للمجتمع الإحصائي هذا هو المجتمع الإحصائي يساوي 2.0147. نتابع. ثانيا فائض التفرطح اكسس كورتوسيس كما نسميه كي صب اي اكسس كورتوسيس، لان قيمه معامل التفرطح التوزيع الطبيعي تاخذ قيمه ثابته مقدارها 3، فقد اعتبر علماء الاحصاء بان اي قيمه تزيد او تنقص عن 3 تعطي معلومات عن تفرطح التوزيع الذي تتم مقارنته بالتوزيع الطبيعي. وعلى سبيل المثال يكون فائض تفرطح توزيع البيانات في المثال السابق كما يلي. الان هذا الفائض لاحظوا لي قبل قليل حسبنا انه تفرطح المجتمع الإحصائي يساوي 2.0147، إذا طرحنا من هذه القيمة 3 بيطلع عندي سالب، وبالتالي هذا الآن فائض التفرطح. أوكي بعطيني الآن يعني فكرة عن التوزيع كيف الآن.
ما يعني بأن التوزيع يميل إلى الاستواء، ويسمى في هذه الحالة بلاتيكورتيك، وهو أقل انخفاضا من التوزيع الطبيعي. تتشتت بياناته حول وسط التوزيع بشكل كبير. هاي الآن الأشكال الثلاثة، هاي بلاتيكورتيك، هاي ميزيكورتيك، هاي بلاتيكورتيك، هاي ليبتوكورتيك، عفوا هذه ليبتوكورتيك، هاي بلاتيكورتيك، هاي ميزيكورتيك. الآن ليبتوكورتيك بيكون قيمة التفرطح أعلى من ثلاثة، يكون أعلى من التوزيع الطبيعي. والميزيكورتيك كي تساوي ثلاثة، اللي هو معامل التفرطح يساوي ثلاثة بالضبط، اللي هو التوزيع الطبيعي. أما البلاتيكورتيك بيكون كي أقل من ثلاثة هنا، لأن هاي الآن الكي الأكسس كريبتوزيس أقل من ثلاثة، اللي سالب فاصلة 9853، وبالتالي التوزيع البيانات إذا اللي السابقة طبعاً من المثال السابق بكون مستوى نسبياً بلاتيكورتيك أقل من التوزيع الطبيعي. نتابع على بركة الله. الآن فائدة تفرطح العين عشوائية، عادة ما تستخدم ما يتم استخدام فائدة التفرطح للتوزيع المبني على بيانات من عين عشوائية بواسطة صيغة التالية. هذه الآن الكرتوسيس للعين العشوائية يساوي حجم العينة مطروح منه واحد في الآن القوس المربع هذا، حجم العينة زائد واحد مضروب في الكرتوسيس الأكسس زائد ستة، مقسم على نون ناقص اثنين في نون ناقص ثلاث، حجم العينة مطروح منه اثنين في حجم العينة ناقص ثلاثة، أو population ناقص اثنين population ناقص ثلاثة. الآن لو افترضنا بأن البيانات من المثال السابق تمثل مشاهدات لعين عشوائي، نرجع إلى البيانات، يعني ممكن الرجوع إلى هنا، هذه البيانات الآن 2-4-2-3-2 أو 2-3-2-4-2، فبكون بالحالة هاي بالتطبيق الآن مباشرة بكون بالحالة هاي قيمة الأكسس كريبتوسيس اللي من العينة يساوي 0.0588، هي موجبة القيمة لكنها أقل من 3، وبالتالي هي بلاتيكورتيك كما ذكرنا قبل قليل عند مقارنة التوزيعات بالتوزيع الطبيعي. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة لكم أحبة الطلبة جميعا، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.